بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الصغار، ومرحبا بكم في برنامجنا الذي نرجو من الله أن تنالكم منه العبرة والمتعة. ما أجمل أن نستكشف معا هذا الكون الجميل الذي نعيش فيه. إنه فضاء واسع ورحب مليء بالأسرار الممتعة. وفي برنامجنا هذا حكاية تطور الخلق، سوف يرتدي كل منا ملابس رجال الفضاء وخوذة الرأس، ثم نجوب سويا مع أبطال قصصنا عبر الزمان والمكان في رحلات شيقة ومفيدة، حتى نستكشف بداية الكون وكيف تطور وحتى وصولنا إلى ما نحن عليه الآن. ولكن دعونا نتعرف بالبداية على صديقنا سنجوب المستكشف الصغير. كيف حالك يا سنجوب؟ أهلا بك صديقتي نور، لا تسأليني عن حالي، فأنا لست على ما يرامي كما ترين. ولماذا يا صديقي؟ ثم ما كل هذه الفوضى من حولك؟ إنها حكاية طويلة، سأختصرها لك يا صديقتي. لقد كنت ألعب بهذه البالونة المائية، إنها كانت حقا لعبة مسلية. ملأت البالونة بالماء وصرت ألعب وألعب بها، أرميها عاليا مرة لألتقطها سريعا كعادتي، وأرميها مرة أخرى أمامي وأركلها تارة أخرى، ثم رميتها عاليا لكني لم أستطع أن ألتقطها هذه المرة. وما إن حطت على الأرض حتى انفجرت في وجهي، وانتشر ماؤها في كل مكان. انظري إلى الطاولة والأرضية، انظري إلى ثيابي وحتى وجهي. على ما تضحكين يا صديقتي؟ لقد أضحكني منظرك يا سنجوب، لابد أنها كانت فعلا لعبة مسلية، ولكن في المرات القادمة عليك أن تلعب بحذر يا صديقي. أنا لا أفهم لماذا عاندتني بالونتي الجميلة وانفجرت في وجهي. لأنها يا صديقي مليئة بالماء والهواء اللذان يضغطان على جدار البالونة، والجدار بدوره يمنعهما من الانتشار، وكلما زادت حركة البالون تزداد طاقة الماء والهواء بداخلها، حتى تأتي اللحظة التي تتغلب فيها قوة الماء والهواء على قوة تحمل جدار البالونة لهما، وهذا يؤدي إلى أن تنفجر البالونة وينتشر الماء على مساحات واسعة، ومنها ثيابك ووجهك يا سنجوب. لقد فهمت الآن، ولكن حقيقة قد استمتعت بهذه اللعبة كثيرا وتعلمت معلومة مفيدة أيضا، كما أنك ذكرتني بقصة الانفجار العظيم. العظيم؟ وهل هناك أعظم من انفجار بالونتي هذه؟ طبعا يا سنجوب، ألا تعلم أن كوننا هذا كله بدأ بنقطة صغيرة جدا انفجرت انفجارا كبيرا ومهولا، حتى نتج منها كل الذي تراه حولك؟ كل هذا الكون بدأ من نقطة صغيرة، واه كم هذا عجيب. دعني يا صديقي أسرد لك ما حدث مع صديقانا رامي وعدنان. تفضلي يا نور، كلي شوق لسماع الحكاية. كان يا مكان في هذا الزمان صديقان مستكشفان، وبالعلم والمعرفة يأنسان، أحدهما رامي والآخر عدنان. كانا يحبان استكشاف الكون من حولهما، فكانا كلما لعبا لعبة أو ذهبا إلى المدرسة أو أديا أحد فروضهم العائلية يستأنسان وأيضا يستكشفان. وفي أحد الأيام استغلا عطلة الأسبوع في قضاء وقت ممتع في البستان الجميل، يتجاذبان أطراف الحديقة ويستنشقان الهواء النظيف. تنفس رامي الصعدة وقال: ما أجمل الهواء النقي، إنه مليء بغاز الأكسجين الذي نتنفسه. بادره عدنان قائلا: صحيح يا صديقي، ولكن هل تعلم أن الغاز الأكثر انتشارا في هذا الكون الواسع
هو غاز الهيدروجين. بدت على ملامح رامي إن المعلومة جديدة عليه، وقال: حقا؟ دائما أسمع إن غاز الهيدروجين من أخف المواد في الكون وأقلها تعقيدا. رمق عدنان بصره الأفق البعيد وتذكر سؤالا لطالما كان يدور في باله، وقال: رامي، هناك سؤال لطالما كنت أفكر فيه ولا زلت، وقد ذكرتني به الآن. كما قلت، الهيدروجين من أخف المواد في الكون، وعادة النجوم المختلفة في فضائنا الشاسع كالشمس مثلا تستخدم غاز الهيدروجين في التفاعلات التي تحدث بداخلها لتنتج مواد وجسيمات أكثر تعقيدا. تفكر رامي في كلام صديقه لوهله، وسرعان ما قال: هذا صحيح يا صديقي، ولكن ما الذي يشغل تفكيرك في هذا الموضوع؟ أجاب عدنان قائلا: إذا كانت النجوم تستخدم غاز الهيدروجين ولا تنتجه، فمن أين لها بهذا الغاز؟ وهذا يعني أمرا واحدا فقط لا غير، إن غاز الهيدروجين موجود قبل أن تتواجد هذه النجوم. توقف الصديقان عن المشي، وسادت لحظة صمت وتفكر بينهما. استطرد عدنان قائلا: وهذا يدل أيضا على أن الكون بدأ بمادة بسيطة أقل تعقيد، وهي مادة الهيدروجين. أليست هذه دلالة على أن الكون بدأ أبسط مما هو عليه اليوم؟ أجاب رامي: نعم، لقد تذكرت، قرأت في حاسوب الرقمي أن الكون بدأ بسيطا، بل بدأ من نقطة صغيرة وحدث لها الانفجار العظيم. قال عدنان وكأنه تذكر شيئا كان قد نسيه: الانفجار العظيم. وعندما تبادل رامي وعدنان النظرات وابتسم كليهما، فبادر رامي بالسؤال: هل يدور في بالك ما أفكر فيه يا عدنان؟ وقالا معا في آن واحد: آلة الزمن. وتابع عدنان: دعنا نعود إلى الوراء، إلى نقطة البداية، ما قبل 15 بليون سنة. ولا تنسى يا صديقي الحاسوب الرقمي العجيب لمدنا بما نحتاج من المعلومات. كم أحب هذه اللحظات، سوف أسرح بخيالي وأركب آلة الزمن معهما. وأنتم يا أصدقائي، هيا شاركوني المرح ودعونا نسافر معا لنكتشف معنى الانفجار العظيم، أو بمعنى آخر لنتعلم قصة ولادة الكون. أرجو لكم رحلة موفقة. فكرة جميلة يا سنجوب، وأنا كذلك سأسرح بخيالي معكم. هيا يا صديقتي تابعي الحكاية، ما الذي رآه رامي وعدنان عندما عادوا إلى نقطة الانفجار العظيم؟ بكل السرور، ما أن وصلا إلى آلة الزمن حتى فتح رامي حاسوبه الرقمي وبدأ بإدخال كلمة السر لانطلاق الآلة الزمن، وبدأت بعدها بعض نقاط الضوء تتلامع في واجهة المركبة، ولم تمضي ثواني حتى توقفت الآلة تدريجيا وأخذ الضوء بالخفوت. نظر أحدهما إلى الآخر وقال عدنان: ما الأمر؟ هل تعطلت الآلة؟ أخذ رامي يكتب في الحاسوب الخاص بالآلة، ونظر إلى عدنان قائلا: بل قد وصلنا. أمسك رامي بيد صديقه وفتح باب الآلة، أطلع برأسيهما من الباب وقال رامي: هنا بدأ المكان والزمان. وبعد لحظات أشار رامي بيده إلى البعيد، حيث شاهد عدنان جسيما متناين في الصغر يتتابع انفجاره، ويبدأ بتكوين جسيمات صغيرة متناهية في الكون. عاد رامي يخاطب آلته الذكية ويقرأ لعدنان ما تخبره به، فقال: قبل لحظات تم الانفجار لكتلة متناهية في الصغر، وهذه الجسيمات التي تشاهدونها هي نتيجة هذا الانفجار. إذن لقد رجعنا إلى 15 بليون سنة. قال عدنان: يا الله، ما هذا الكون الواسع.
عاد رامي وعدنان إلى الوراء عبر آلة الزمن، وصلا إلى حيث نقطة البداية، نقطة صغيرة حدث لها الانفجار العظيم وانتشرت أجزاءها بسرعة كبيرة حولها وأخذت تحت المساحة أكبر شيئا فشيئا. تماما مثل بالونة المليئة بالماء والهواء، كان الماء والهواء متركزين في منطقة صغيرة داخل البالونة، ولما انفجرت انتشر الماء في مساحة كبيرة فغطى جزءا من الأرضية والطاولة وثيابي ووجهي. هذا صحيح يا سنجو، كما أن الماء في بالونتك انتشر بسرعة متزايدة، كذا كان الحال في بداية الكون. وبعد الانفجار العظيم وفي وقت أقل من الثانية، تعالي أتابع معك ما رأى رامي وعدنان. وقف الصديقان مذهولان وهما ينظرون إلى هذه النقطة الصغيرة التي أخذت بالتوسع في وقت أقل من الثانية. قال رامي بعد الانفجار العظيم مباشرة: انظر يا عدنان، الكون صغير جدا وساخن جراء الانفجار العظيم، ولكن جزيئاته الصغيرة تبتعد عن بعضها البعض في سرعة كبيرة، وسرعان ما برد الكون في أجزاء أقل من الثانية. فعقب رامي: يا إلهي، يحدث كل شيء سريعا، ها هو الكون برد نوعا ما، ولكن ما هي هذه المواد الخفيفة الغريبة التي تتكون هناك؟ انظر إليها يا عدنان. بادر عدنان قائلا: إنها الآن تلتحم وتتجمع معا لتشكل جسيمات أثقل مما كانت عليه. اقترب رامي من بعض أجزاء المواد التي أخذت بالانتشار حوله وحول عدنان، وفتح حاسوبه الرقمي وقال: سوف ألتقط صورة لهذه المواد وأدخلها إلى حاسوبي الرقمي لنتعرف عليها أكثر. قال عدنان وهو يستعجل رامي: ترى ما تكون هذه الأجزاء الصغيرة؟ وأشار بيده إلى مجموعة جزيئات صغيرة منتثرة في كل مكان. ما إن أتم السؤال حتى كان الحاسوب الرقمي قد تعرف على هذه الجزيئات الصغيرة، وبنقرة زر من رامي سمع صوت الحاسوب الآلي وهو يقول: هذه جسيمات متشابهة بشكل عام، ولكن بينها اختلاف، وأهم الجزيئات المنتشرة هي عبارة عن المكونات الأولية للمادة. أخذ عدنان يذوب بنظره في هذا الكون العجيب، وسأل الحاسوب قائلا: لكني ألمح جزيئات أخرى لا تشبه مكونات المادة الأولية. فردد الحاسوب بصوته الآلي: تلك هي الفوتونات التي تمد هذه الجسيمات الأولية بالطاقة التي يحتاجونها حتى تلتحم لتشكل لاحقا جسيمات أكثر ثقلا وتعقيدا. إن الفوتونات ذات طاقة عالية جدا، حيث إن الكون لا يزال ساخنا نسبيا. بدت علامات التعجب على وجه الصديقين، وقال عدنان: نعم، أتذكر معلم مادة العلوم كان يقول إننا حتى نقدر على الحركة لابد لنا من طاقة تساعد أجسامنا على الحركة، والطاقة المحركة لجسم الإنسان يحصل عليها الإنسان من غذائه. إذن فهكذا هو الأمر لهذه الجسيمات الأولية، تحتاج إلى طاقة محركة لها حتى تلتحم وتصطدم معا وتشكل جسيمات أكثر تطورا. أم الصديقان دلالة على أنهما أخذا يستوعبان الأمر، ونظر كل من عدنان ورامي إلى بعضهما وهما في غاية الدهشة. وتابع الحاسوب الرقمي: هل تعلمان أنكما تشاهدان ما حدث للكون، ولكن بسرعة أبطأ بكثير عما كان عليه الواقع، حيث أن هذه العملية كلها حدثت من الثانية الأولى ونهاية الثانية فقط من الانفجار العظيم. ماذا؟ في ثانيتين فقط؟ وعجيب أمر هذا الكون. نعم يا سنجو، بل هناك المزيد والمزيد.
تابعي يا صديقتي، تابعي بسرعة. قال عدنان: ألا تلاحظ يا رامي أن المكان بدأ يبرد؟ رد عليه رامي وقال: نعم، لقد بدأ يبرد شيئا فشيئا، ولكنه لا يزال أسخن بكثير مما هو عليه في زماننا الحالي. فقال عدنان موافقا: أكيد بلا شك، ولكني ألاحظ أن حركة الجسيمات الأولية هذه تقول كلما برد الكون، وبالتالي يسمح لها بالالتحام والارتباط بشكل أكبر. قال رامي مقاطعا: انظر يا عدنان، الحاسوب الرقمي يشير إلى أن هناك جسيمات أخرى منتشرة في الكون، وهي الإلكترونات. هل تتذكر الإلكترون؟ لقد درسنا عنه كثيرا، فكل ذرة في هذا الكون تكون من نواة وعدد من الإلكترونات. أنا أيضا أعلم ما هو الإلكترون، فالإلكترونات تدور حول نواة الذرة. نعم، جيد يا سنجوب، وهذا ما تعلمناه من صديقانا رامي وعدنان. وبعد مئات آلاف السنين كان الكون قد تمدد وبرد، بحيث سمح بتكوين ذرات الهيليوم والهيدروجين نتيجة التحام الإلكترونات وأنوية الذرات الموجودة في الكون. ولماذا تكونت ذرات الهيليوم والهيدروجين أولاً قبل باقي الذرات؟ لأنها أخف الذرات، وبعدها تكونت باقي المواد وتشكلت المجرات والنجوم والكواكب، ولا زال تتوسع الانفجار العظيم مستمر حتى اليوم، وسنرى كيف ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. سبحان الله الخالق المبدع. سبحان الله، كانت هذه العبارة التي ظل رامي وعدنان يكررانها وهما يعودان عبر آلة الزمن إلى زماننا الحالي. توتة توتة وخلصت الحتوتة. لقد كانت قصة مفيدة وممتعة، وأتمنى أن يكون أصدقائي المتابعين قد استفادوا واستمتعوا بحكاية رامي وعدنان كما فعلت أنا. أتمنى ذلك يا عزيزي سنجو. والآن سوف أذهب وأملأ بالونا آخر بالماء وألعب به. أحذر أن لا ينفجر في وجهك يا سنجو. بل سأحرص على تفجيره في نهاية المطاف لأرى مجددا تجربة شبيهة بالانفجار العظيم. وأنتم أعزائي الأطفال، أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا، ولا تنسوا أن تنقلوا ما تعلمتموه اليوم عن الانفجار العظيم إلى أخوتكم وأصدقائكم وحتى أهاليكم. ولا أن نلتقيكم مجددا، دمتم في رعاية الله.